السلام عليكم. اليوم رانا في المنطقة تاع باب الزوار بالمرقب بالقرب من الفندق تاع الماريوت، وهنا نلاحظ انه فيه وضع نصب يعني كتزيين في المحول الكبير المقابل لفندق إذن ماريوت. ونروح نشوف حالة الأشغال نتاع التهيئة نتاع الشارع الرئيسي نتاع باب الزوار. إذن تابعونا في هذا الفيديو، راح ندير جولة في هذا الشارع اللي ينطلق من المنطقة هذه إلى حدود المقر الجديد تاع إير ألجيري، وسوف نتابع هل من جديد يعني من ناحية التهيئة. هنا نلاحظ أنه الرصيف هذا تم إعادته يعني تجديده، وتم غرس أشجار. نشوف باللي تم غرس أشجار جديدة، كانت فيه أشجار من قبل بدلوها. ونلاحظ أنه الأمطار نزلت البارح، نزلت الأمطار هنايا. هذا التغليف، هذا اللي كارو هادو يعني المربعات هادو شكل جيد. لكن يعني المادة المستعملة في هذا البلاط هذا الإسمنت ما راش مدوزي مليح. هنا نشوف بعض المربعات مشمخة، وهذا الدليل على أنه دخلها الماء وقعدت مشمخة، لأن ناقصة في الدوزاج تاع الإسمنت. هنا نشوف دي بلاك مشمخين، هاد لي بلاك مشمخين لازم فيه
مثلا هنا لاحظ انه تم توسعه الرصيف، وكانت فيه كان فيه طريق هنا في المنطقة هذه، كانت طريق ثانوية تم غلقها وتغليفها بهذا الرصيف في المكان تاع الطريق. ولا بد من التهيئة هذه تروح لداخل في الشوارع هذه الثانوية، لازم تكون فيه تهيئة. لكن التصميم هذا التصميم يبدو جيد، يبدو جيد. وهنا في أشغال، نتاع الفندق. ما كاينش داويل. هنا نلاحظ العمل تاع اللي انتهى، يعني على كل حال بقات شويه في لافينيسيون برك. والله غير تحس انا واحد الراحه كي تشوف الرصيف عريض هكذا وما كاش الاكتظاظ، يعني الانسان يقدر يمشي يتجول بكل اريحيه. والله غير شيء رائع. وهنا نلاحظ العمليه تاع تزيين الواجهات، شيء جميل. غير على أي حال نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.